شهر ونص اللي فات هو كوفيد سيركس. يعني ايه كوفيد سيركس؟ طيب بصوا، هو الفكره كلها بكلمه كده لوحدها سيركتس اللي احنا عارفينها. احنا قبل كده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحل السيركتس بس، ما كناش عندنا ابلكيشنز. احنا كان بيجي لنا الموديل والموديل ده عايزين نبدا نحله. كنا بنحل الكلام ده ازاي؟ الطرق بقى اللي احنا اتعودنا عليها، اللي هي الطرق بقى السمبليفيكيشن والاناليسيس سيجنالز ونورتون السوبر بوزيشن، كل الطرق اللي احنا اتعودنا عليها. طيب امال النهارده عايزين نعمل ايه؟ عايزين نتكلم عن واحد من الابلكيشنز المهمه قوي. ازاي ممكن نعمل او ازاي في اصلا كابلنج ما بين تو سيركتس؟ يعني ايه كابلنج؟ يعني في توصيل ما بين التاثير بتاع الدايره دي بيأثر على الدايره الثانيه، والدايره الاولانيه بتأثر على الدايره الثانيه. ازاي اصلا بيحصل الكابلنج ده وازاي بيحصل التوصيل ده؟ هو اللي احنا عايزين نتكلم عنه في السكشن ده النهارده. طيب بدايه يعني الكابلنج ده ممكن يكون فيزيكال وممكن يكون نون فيزيكال. اقصد فيزيكال ونون فيزيكال ايه؟ فيزيكال يعني حاجه ملموسه، حاجه انا شايفها بالدايره، في وايرز واصله ما بين الدايرتين، فهو ده اللي بيعمل التوصيل. وما هي النون فيزيكال ده بقى؟ الحاجات اللي انا ما بشوفهاش. ايه الحاجات اللي انا ممكن ما بشوفهاش؟ الفيلد اللي هو ممكن يبقى الكتريك فيلد او ماجنتيك فيلد، وعلى حسب نوع الفيلد ده بنقول ان الكابلنج ده يا اما الكتريكال كابلنج يا اما ماجنتيك كابلنج. احنا بقى في الكورس بتاعنا في السيركتس هندرس اي كابلنج؟ ماجنتيك كابلنج اللي هو موجود فين؟ اللي هو موجود في الكويل. طيب خلينا الاول نشوف اصلا هو كان في ماجنتيك فيلد في الكويل ولا لا؟ يعني مين اللي قال ان كان في ماجنتيك فيلد في الكويل؟ تعالى نمسك كيس ان انا ما عنديش الا كويل واحد. الكويل ده ماشي فيه كارنت. اي واحد. هنسمي ده ايه دلوقتي؟ هو مين قال ان ده في ماجنتيك فيلد؟ احنا قلنا الكلام ده اتعمل اول خالص، احنا كل اللي قلناه ان الفولتج بيساوي ايه؟ الفولتج بيساوي ال دي اي على دي تي، صح؟ طيب بس في حاجات كتيرة ما قلناهاش، وقلنا ان الكلام ده هنسمعه تاني، بس هنسمعه امتى في الالكترومغنتكس لما ناخد الالكترومغنتكس وندرسها ان شاء الله السنة الجاية. بس في الحقيقة بما ان احنا بنتكلم على الكابلنج فمحتاجين حتى نعرف يعني ايه اللي انت بتقوله ده، يعني في ماجنتيك فيلد هو جه منين وايه سببه وايه اللي حصل؟ اللي انا فاكره ان انتوا خدتوا في الكهربائيه في سنه في اعدادي هندسه ماكسويل ايكويشنز، صح؟ خدتوا ماكسويل ايكويشنز، صح؟ طيب حد فاكر ايه السورس بتاع الالكتريك فيلد وايه السورس بتاع الماجنتيك فيلد؟ ايه اللي انا بقوله ده صح؟ ما خدتوش ماكسويل ايكويشنز؟ ايه الاربع ايكويشنز اللي بيربطوا الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد ببعض؟ طيب يعني المفروض افهم مين السورس بتاع الالكتريك فيلد ومين السورس بتاع الماجنتيك فيلد؟ السورس بتاعها قران او الالكتريك فيلد الاثنين سورس ببعض؟ طيب خلينا بس نخش ما بين حاجتين، انا بس مش عايز اخلي الناس تخش قوي في الالكتروميجنتكس، بس الحقيقه اللي انتوا بتقولوه في حاجات مش مظبوطه قوي. بس الباشمهندس قالت حاجه حلوه قوي، قالت لي ان الكرنت هو السورس بتاع الماجنتيك فيلد. وايه السورس بتاع الالكتريك فيلد بقى؟ التشارج نفسها، يعني التشارج وهي واقفه هي اللي بتطلع الكتريك فيلد، مش احنا عارفين ان اي بوينت تشارج بتطلع حواليها الكتريك فيلد، وخطوط الالكتريك فيلد دي مفتوحه من الاول ما تخرج من التشارج، لو كانت بوست فتطلع. الكلام ده اللي كانوا بيقولوا لكم في اعدادي، ان هي لو كانت بوست تشارج تبقى نافوره، ولو كانت نيجاتيف تشارج تبقى بلاعه، والكلام ده. الكلام ده السورس بتاع الالكتريك فيلد. طب امال ايه السورس بتاع الماجنتيك فيلد؟ حرك التشارج. وانس ان انت حركت التشارج وبقى في كرنت بقى ده سورس للماجنتيك فيلد. طب امال ايه بقى اللي انت بتقوله ده؟ ليه بتقول ان هنا في ماجنتيك فيلد؟ لان في كرنت. تعالى كده نشوف الكرنت ده هيعمل ايه؟ اللي انا كنت عارفه قبل كده ان انا لو كان عندي واير، الواير ده ماشي فيه كرنت، وليكن الكرنت بتاعي ده ماشي من تحت لفوق، عشان اعرف اتجاه الماجنتيك فيلد كنت بعمل ايه بقى؟ كنت بقول ان في قاعده فليمنج لليد اليمنى اللي هي بتقول لو حط صباعك الكبير ده بتاع ايدك اليمين في اتجاه الكرنت يبقى انت عرفت الماجنتيك فيلد بيلف فين. كده هو بيلف فين؟ بيلف في الاتجاه ده. طب لو الكرنت مشي في الاتجاه العكسي يبقى الماجنتيك فيلد هيلف في الاتجاه العكسي. طيب الكلام ده ليه انا بقوله؟ لانه في الحقيقه اصلا الكويل ده عباره عن ايه؟ سلك. هو سلك، وكل اللي احنا عملناه ان احنا عملنا ايه؟ قعدنا نعرقه كده لغايه ما بقى شكل السولونايد. فهي معنى الكلام ده ان لو مشي في السلك ده المفروض الكرنت يبقى اللي هيحصل ايه؟ هيطلع ماجنتيك فيلد. طيب مين الايكويشن بقى اللي بتكفر العلاقه ما بين الالكتريك فيلد وما الماجنتيك فيلد دي؟ المفروض ان انتوا خدتوها بقى في ماكسويل ايكويشن اللي انا كنت بقول لكم عليها، اللي هي التكامل بتاع ال H دوت دي ال على كلوز باس كان بيساوي السمشن بتاع الكرنت. طيب الناس مش لازم تبقى فاكره الكلام ده، مش هنحتاجه في السيركتس، بس ده لازم نبقى فاهمين واحنا داخلين على المساله احنا ايه اللي جاب لنا اصلا الكابلنج في المساله. طيب يبقى واضح قوي ان الماجنتيك فيلد ده مرتبط بمين؟ بالكرنت. يعني كل ما الكرنت كبر ايه اللي هيحصل؟ الماجنتيك فيلد هيزيد، بس الكرنت قل هيقل. طيب ايه المشكله؟ طب احنا كنا بنعبر ازاي عن الماجنتيك فيلد؟
في الالكتريك فيلد قلنا ان احنا بنعبر عنه عن شويه خطوط، الخطوط دي مفتوحه، يعني لو كانت بوزيتيف شارج هتبقى عباره عن مفتوح، لو كانت نيجاتيف شارج عباره عن بلعه كل الاسهم داخله عليها. في المجنتيك فيلد بقى كنا بنعبر ازاي عن كنا بنقول اكيد المجنتيك فيلد ده ليه خطوط، يعني هو لو كان واير، الواير ده كان ماشي فيه الكرنت بالشكل ده فكان هيطلع مجنتيك فيلد في الاتجاه ده. امال انا عشان اشوف المجنتيك فيلد اللي طالع من الكويل ده اعمل ايه؟ في الحقيقه بناخد لوب واحده بس من الكويل ده وبنعمل عليها الدراسه نفسها اللي احنا كنا بنعملها على الواير. بفرض ان في كرنت هنا ماشي واي واشوف الكرنت الاي ده هيطلع ايه؟ مجنتيك فيلد في اي اتجاه؟ هنلاقيه بيطلع مجنتيك فيلد في اي اتجاه؟ لتحت. طيب حلو قوي. الكلام ده هنعمله بقى بس كمان هنعمل الانتجريشن بتاع ده على كل اللوبس بتاعتي، فده المفروض يطلع لي شكل المجنتيك فيلد عامل ازاي؟ عباره عن خطوط بالمنظر ده. السؤال المفروض ان انتوا عارفين اجابته، هي ليه الخطوط بتاعت المجال المغناطيسي اصلا محسوبه؟ مش مفيش ابدا اي مغناطيس، يعني دايما ثابت بالظبط، مفيش اي ابدا مغناطيس، مفيش اي حاجه اسمها ماجنتيك بول، دايما لما بنيجي نتكلم على الماجنتيك لازم يبقى اسمه دايبول، دايبول يعني ايه؟ يعني في النورث والساوث بول، ما ينفعش الاقي النورث بس او الساوث بس، حتى لو انت واحد من الناس راح كسر المغناطيس ده وخد النص ده بس، ايه اللي هيحصل؟ المغناطيس هيرجع تاني هيعمل ارنجمنت لنفسه ويبقى في الاخر نورث وساوث. فما فيش حاجه اسمها في الدنيا ماجنتيك بول، عشان كده دايما خطوط المجال المغناطيسي لازم تقفل على نفسها، ما فيش اي حل تاني. وفي الحقيقه السبب ان هي بتقفل على نفسها هو ده اللي عمل لي التطبيق، بس خلينا ناخدها خطوه خطوه. بعد ما انها بتقفل على نفسها وعمل المنظر ده، احنا قلنا ان عدد ان الماجنتيك فيلد ده بيتناسب مع مين؟ بيتناسب مع الكرنت، يعني كل ما الكرنت كبر الماجنتيك فيلد هيكبر، كل ما الكرنت صغر الماجنتيك فيلد هيصغر. طيب مين بقى اللي بيعمل لي ريبريزنتيشن بقى عن كميه الماجنتيك فيلد اللي بتعدي جوه الكويل؟ ده اللي كنا بنسميه فلكس دنسيتي اللي هي البي بتساوي الميو في الاتش، الاتش ده اللي هو الماجنتيك فيلد والبي ده اللي هو الفلكس دنسيتي. انا عايز اعرف كميه الفلكس بقى اللي عدت جوه الكويل. مين الفلكس اللي عدى جوه الكويل؟ هو كل ده عدى جوه الكويل ولا مين اللي عدى جوه الكويل بقى؟ اللي عدى جوه الكويل اللي هو اللي عدى جوه الكروس سكشن اريا بتاعت الكويل، لو انت باصص من فوق كده هتشوف ايه؟ هتشوف دوريه اللي هي بتاعت اي لوب، فهلاقي شويه خطوط. الخطوط دي هي اللي بتعبر عن شده المجال. يبقى انت لو عايز تعرف المجال اللي عدى منك ده هيجيبه ازاي؟ هكمل الكلام ده على الاريا بتاعت الكروس سكشن اريا يطلع لي كميه الفلكس. هنسمي الفلكس ده الفاي بتساوي التكامل بتاع البي دوت دي اي على الكلوزد اريا اللي هي كلوزد باي كلوزد باي. واضح ولا مش واضح؟ طيب حلو قوي. وبعدين لغايه دلوقتي والله ما طلعتش في الفولتج، يعني انت جبت لي على طول قانون في الاخر كده وقلت لي ان الفولتج بيساوي ال دي اي على دي تي، جبت منين القانون ده؟ لغايه دلوقتي انت بتقول ان في فلكس، هو الفلكس ده جاب منين بقى الفولتج؟ بالظبط. انا كده محتاج ارجع بقى لحاجه ثانيه مهمه قوي، اكتشاف بالنسبه لنا هو في الحقيقه النواه اللي بدات عليها كل الماكسويل ايكويشنز وكل الالكترومغنتيك سيري هو ايه؟ فاراداي سلوك. فاراداي سلوك كان بيقول ايه بقى؟ فاراداي ده بمنتهى الصدفه يعني كان عنده دايره في المعمل، الدايره دي بس خليني اقول لكم برضو عشان الناس تبقى دايما القصص بتاعت العلماء دي بتفرق مع الناس في ايه؟ ان الناس تبقى فاهمه ان العلم ما بيجيش الا للبني ادم اللي فعلا بيجتهد وبيحاول يجري ورا حاجه. فاراداي ده ما كانش واحد متعلم، يعني ما كانش عالم، هو ايه اللي كان بيعمله؟ هو كان مساعد لعالم، مجرد ان هو بيرتب بس الادوات بتاعت العالم ده بعد ما بيخلص. مين العالم ده؟ غالبا كان تسلا، انا مش متاكد من المعلومه دي بس غالبا كان تسلا. تسلا ده عنده شويه دوائر وعنده شويه كومبوننتس بيحطها على الديسك بتاعه اللي بيشتغل عليه وبيعمل التجارب، وبعد ما بيخلص بيقول له رجعها لي في مكانها، ما بيعملش اي حاجه ثانيه مساعد غير كده. فهو هو بيعمل كده كان ايه اللي موجود على الترابيزه؟ كان موجود الدايره دي. كان موجود حاجه كمان، كان موجود مغناطيس. هو كل اللي بيعمله ان هو بيشيل المغناطيس عشان يرجعه مكانه لقى اللمبه دي نورت. طبيعي لو هو مصري نقول عادي كانت شحنه من شويه وما فضلتش الميكانيزم موجود فيها، حصل حاجه في شركه الكهرباء، يعني المفروض ان هو يقول اي حاجه ثانيه غير ان المغناطيس ده هو السبب. لا هو في الحقيقه ادور على القصه، ايه السبب؟ يعني ليه دايما وانا ماسك المغناطيس وبتحرك بلاقيه بيغير او بلاقي ان في نور للمبه دي؟ طالما في نور للمبه دي معناها ان في ايه؟ في كارنت. الكارنت ده هيجي منين؟ من غير فولتج سورس. جه منين الكارنت ده؟ نتيجه ان الكويل ده اتكون عليه فولتج سورس. اتكون عليه مين؟ حاجه سميناها الالكترونيتيف فورس او كنت سميناها الانديوسد اي ان اف.
طيب بس ده ايه علاقته بيه؟ انا ما عنديش مغناطيس وبيقرب وبيبعد. هو في الحقيقه الانفورميشن اللي انا بقولها مش موجوده في ان المغناطيس بيقرب وبيبعد بس، الانفورميشن موجوده بقى. انا عايز نربط ده الكلام اللي انا كنت بقوله في الاول. ايه الكلام اللي كنت بقوله في الاول؟ كنت بقول لكم ان الفلكس ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على عدد الخطوط اللي بتخش، وعدد الخطوط ده معتمد على ايه؟ انا معتمد على الكرنت، صح؟ طيب تعالى نمسك المغناطيس ده، مش المغناطيس ده طبعا ماجنتيك فيلد. المغناطيك فيلد ماله؟ هو ثابت حوالين المغناطيس، بس امسك المغناطيس وقرب من الكويل، ايه اللي هيحصل؟ يبقى المغناطيك فيلد بتاعك بيزيد. طب امسك المغناطيس وابعده تاني، يبقى المغناطيك فيلد ايه اللي بيحصل له؟ عمال بيقل، يعني مره يزيد ومره يقل على حسب انت بتقرب ولا بتبعد. طب هو ده ايه اللي خلى، ايه اللي خلى ده يحصل؟ ان كان الفلكس بتاعي كميه الفلكس او كميه الخطوط اللي هتعدي جوه الكروس سكشن اريا ده عمال بيتغير مع التايم، نتيجه ان هو بيتغير مع التايم تولد ايه؟ تولد الانديوز دي ام اف. عشان كده عرفنا الانديوز دي ام اف دي اللي هي مين؟ حد ذاكر بقى؟ ناقص، الناقص دي جايه من لينس رول، اي حاجه انديوز بتحاول تعكس التاثير اللي كان جاي منها، وبعد كده بارشال باي بارشال تي بتاع الفلكس. مين هي الفلكس اللي هي تكامل البي دوت دي؟ يعني نتيجه ان الفلكس بتاعك بيتغير مع التايم، مش ان الفلكس موجود. هو مش الفلكس اللي عمل الانديوز دي ام اف، ده مين اللي عمل الانديوز دي ام اف؟ ان الفلكس بتاعك بدا يتغير مع التايم، لانه لو ما كانش بيتغير مع التايم كانت الانديوز دي ام اف دي هتبقى بتساوي كام؟ صفر، بما انها كونستنت تبقى صفر. نتيجة بقى ان هو كان بيحرك المغناطيس وبيقربه وبيماله، لقى ان فعلا الدايرة دي نورت، وده اللي خلاه ياخد الانديكيشن بتاع ان الفلكس هو اللي بيأثر على الانديوز دي ام اف تغيره، مش الفلكس نفسه. ومن هنا بدأنا نبص بقى على الفولتج، لقينا الفولتج ازاي؟ قلنا ان الفولتج القانون اللي احنا وصفناه الترم الاولاني، قلنا ان الفولتج اللي موجود على الكويل ده هو ال لدي اي على الدي تي. هو ايه الارتباط ما بين الاي وما بين البي وما بين الاتش وما بين الدي والاي اللي انت عملته ده؟ هو فعلا في ارتباط بين الاثنين؟ في ارتباط ما بين الكرنت وما بين الماجنتيك فيلد، او في ارتباط ما بين الالكتريك فيلد وما بين الفولتج؟ الارتباط واضح جدا، واضح ان الكرنت هو اللي جاب ماجنتيك فيلد، وبرضه الالكتريك فيلد هيجيب ايه؟ هيجيب بوتنشال. طب حتى ممكن نشوف الارتباط ده في ايه؟ هنشوفه في اليونتس. تعالى نفتكر مع بعض اليونتس بتاعت كل حاجه من دول. اليونتس بتاعت الفولتج هي ايه؟ هي فولت. طب واليونتس بتاعت الالكتريك فيلد هي ايه؟ حد فاكر؟ فولت بير ميتر. طيب اليونتس بقى بتاعت الكرنت هي مين؟ هي الامبير. طب واليونتس بتاعت الماجنتيك فيلد الاتش هيبقى بيساوي ايه؟ امبير بير ميتر. فواضح كده ان الاثنين مرتبطين ببعض، الكرنت ده انديكيشن عن الالكتريك فيلد، والفولتج ده انديكيشن عن الماجنتيك فيلد. الفولتج انديكيشن عن الالكتريك فيلد، والكرنت انديكيشن عن الماجنتيك فيلد. بس هو الكلام ده ليه انا بقوله؟ بقوله عشان الناس تبقى فاهمه ان احنا كل السيركتس اللي بندرسها دي ده جزء سبيشال كيس من السيري العام. هي مين السيري العام بقى؟ الالكترومغنيتيك سيري. الالكترومغنيتيك هي الاصل، واشتقينا منها سبيشال كيس اللي هي السيركتس اللي احنا بنتعامل معاها. لما تيجي تخش ان شاء الله في الالكترومغنيتيك السنه الجايه هتلاقوا دايما واحنا بنشتق كل القوانين بقول لك طيب تعالى نمسك الكيس بتاعت السيركتس، هنوصل للقوانين بتاعت السيركتس، هنوصل لكي في ال وهنوصل لكي سي ال من مين؟ من امبير سلو ومن فاراداي سلو. الكلام ده هنشوفه ان شاء الله السنه الجايه. بس خلينا نستفاد من المعلومه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي، ان الفولتج بتاع اللي موجود على الكويل بيساوي ايه؟ ال دي اي على دي تي. الاي ده جاي نتيجه مين؟ جاي نتيجه اكيد الفلكس. الكلام ده بقى هيساوي ايه؟ في الفريكونس دومين جي اوميجا ال في الباي. لغايه هنا حلو قوي، واحنا كل الكلام ده كنا عارفينه من الترم الاولاني. امال ايه اللي حصل بقى لما قربنا كويل تاني؟ يعني دي ال واحد وده اي واحد، فتبقى دي ال واحد واي واحد. ايه اللي حصل بقى لما قربنا كويل تاني يا شباب؟ تعالوا نقرب كويل تاني مع بعض كده واحده واحده. ايه رايكم اللي ممكن يحصل لما احط كويل جنبي في دايره ثانيه، والكويل اللي في الدايره الثانيه دي ماشي فيه كرنت كان كنت بتساوي اي 2؟ هيحصل فيه نفس الحاجه، مفيش اي حاجه جديده. ايه اللي هيحصل فيه؟ ايه نفس الحاجه اللي هتحصل فيه؟ اكيد هيمشي الكرنت هنا ده، الكرنت ده هيطلع ماجنتيك فيلد، يبقى انا ممكن اعبر عنه بالفلكس دينستي واشوف الفلكس دينستي بتاعتي شكلها عامل ازاي. تعال نعمل الكلام ده. فده انا هرسم في المجال بتاعته ايه؟ بنفس الطريقه.
طيب شباب، احنا شفنا دلوقتي ايه اللي حصل للكويل الثاني صح؟ بس خلينا نرجع تاني للكويل الاولاني كده. وجود الكويل الثاني وان في كارنت مشي فيه، ايه اللي خلى اثر عليا في الكويل الاولاني؟ ماجنتيك فلكس. احنا كنا مهتمين بمين؟ عايزين نعرف البوتنشال اللي موجود على الكويل ده. فالبوتنشال اللي موجود على الكويل ده قلنا ان هو بيساوي الاي ام اف انديوز. الاي ام اف انديوز دي معتمده على مين؟ معتمده على كميه الفلكس بتاعك. طب كميه الفلكس دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي تكامل على عدد الخطوط اللي موجوده في الكروس سكشن اريا. طب ايه رايك في عدد الخطوط ده؟ هو نفس عدد الخطوط قبل ما اشيل الكويل ولا نفس الخطوط لما حطيت الكويل؟ لا، العدد الخطوط اختلف. ليه؟ لان في شويه خطوط من الكويل ال2 من الماجنتيك فيلد اللي بيعملوا ال2 دخلت جوه الكروس سكشن اريا بتاعتي، يعني كان في عندي شويه خطوط زرقاء جايه من السيلف كوندكتنس او جايه من الكويل ال1، وفي شويه خطوط ثانيه مش كل الخطوط اللي خرجت من ال2 هتقابل هنا. امال مين؟ في عدد منهم هيقابل هنا، فخلينا نرمز لهم بالرمز الاسود ده. فواضح ان الفلكس بتاعك مش كله جاي من مين؟ مش جاي من السورس بتاعي اللي هو مش جاي من ال1 بس، ده جزء جاي من ال1 وجزء جاي نتيجه فاكتور معين من ال2. رمزنا للكلام ده ازاي بقى؟ قلنا خلاص يبقى الفولتج بتاعي مش هينفع اقول بس ان هو جاي نتيجه السورس اي1، امال جاي نتيجه من سورس تاني؟ اه. مين السورس التاني ده بقى؟ هو اب، بس السورس بتاعي هو دي اي 2 على دي تي. اقصد بيه مين الام دي؟ اقصد بيها ميوتوال اندكتنس. يعني ايه ميوتوال اندكتنس؟ ده الجزء من الاندكتنس اللي كابلد هنا، الجزء من الماجنتيك فيلد اللي جاي نتيجه الاندكتور ده اللي كابلد في الناحيه الثانيه. واضح؟ طيب الكلام ده هيخليني وصلت للعلاقه. خلينا نتكلم شويه عن الاشاره، بس قبل ما نتكلم عن الاشاره تعالى نكتب العلاقه دي في صوره الفريكونس دومين. الفريكونس دومين هيبقى شكلها جي اوميجا ال1 في اي 1 زائد او ناقص جي اوميجا ام اي 2. حلو قوي. زائد او ناقص دي بقى مين اللي يحكم عليها؟ يعني الفلكس ده هيساعد الفلكس اللي هنا ولا هيعكسه؟ مين اللي يحكم عليها؟ لينز رول؟ لا، هي مش فكره لينز اتجاه الكرنت. ده جزء مهم قوي، لان احنا اتفقنا في الاول خالص ان الكرنت بتاعي لما يكون ماشي في الواير من فوق لتحت غير لما يكون ماشي من تحت لفوق، فاكيد ده هيطلع ماجنتيك فيلد مختلف عن ده لو كان الكرنتس الاثنين مختلفين عن بعض. بس في حاجه كمان مهمه. ايه بقى؟ ما سمعتوش خالص عنها في المحاضره. ليه بنحط البوكس؟ حد فاكر ليه بنحط البوكس؟ عشان اتجاه اللف بالظبط، عشان الاورينتيشن بتاع اللوب بتاعتي. يعني انا عندي حاجتين هيأثروا على الفلكس بتاعي. ايه هما الحاجتين دول؟ اتجاه الكرنت، والحاجه الثانيه هي الاورينتيشن بتاع الكويلز بتاعي ده هيبقى وانا بلف في اي اتجاه. يعني واحد هيعمل كده، واحد هيجي يلف الملف بتاعه فهيلفه بالشكل ده. واحد مش هيلفه كده، واحد هيلفه ازاي بقى؟ يعمل كده ويلفه كده. هل الاثنين دول بيطلعوا شكلين مختلفين في الفلكس؟ اه، في الحقيقه بيطلعوا شكلين مختلفين. فعشان كده لازم وانا ببص على الاشاره بتاعت البوزيتيف والنيجاتيف دي هعرفها منين؟ لازم ابص على حاجتين مع بعض، لازم ابص على الكرنت ولازم ابص على الدوتس. الدوتس دي اللي هي بتديني ايه؟ بتديني انديكيشن عن الاورينتيشن بتاع الكويل. يعني هنا ده ممكن يترسم كده، ده الكويل ده هيبقى الدوت بتاعته هنا فوق والتاني هيبقى الدوت بتاعته خلف. طيب الكلام ده كله انا مش عايزكم تبقوا عارفينه، انا عايز بس الناس تبقى عارفاه عشان تبقى عارفه الكلام ده بالموديل ازاي من الحقيقه. بس احنا لما يجي عندنا في المساله، هل هو هيقول لك هينزل لك المساله في المشروع ويقول لك بص لي على الدوت دي موجوده فين بالظبط؟ لا، هو هيجيب لك المساله موديلنج موجوده عندك في الورقه فيها الدوتس وفيها كل حاجه. فاحنا عايزين نتعامل ازاي مع المساله؟ نعرف نتعامل ازاي مع المساله بالظبط. طيب تعالى كده نرسم المساله. بصينا على المسألة دي، أنا كده مش حاطط لك الدوتس صح؟ لو أنا بتكلم على الفولتج اللي موجود، خليكم معايا بس لحظة بعد إذنكم، يا جماعة والنبي ركزوا. النبي ركزوا. هنا المشكلة مش في أي حاجة غير إن إحنا نعرف نطبق صح، عشان لو غلطنا في إشارة المسألة برضه تطلع غلط والفن المنصب بيطلع غلط، وساعتها مش هناخد بالنا. ماشي؟ تعالى نركز هنا. نركز في إيه؟ إحنا عايزين نفهم الدوت رول دي بنستخدمها إزاي؟ أنا هنا هبدأ أتكلم على حاجة اسمها الدوت رول. الدوت رول دي ايه؟ ده ستاندرد الناس اتفقت عليه. قعدوا كده قالوا احنا دايما لما نيجي نعمل موديلنج للمساله هننقل المساله ازاي على الورق. الستاندرد بتاعنا ان احنا نستخدم حاجه اسمها الدوت رول. هي مين؟ هيحطوا نقطتين عند الكويلز.
النصين دول بيعبروا عن ايه؟ بيعبروا عن الاورينتيشن، بس لوحدهم مش هيقولوا لك الفلكس بيجمع من ده على ده ولا الفلكس ده بيطرح الاثنين من بعض. وما نعرفهم ازاي؟ بنطبق حاجه اسمها الدوت رول. تعال ناخد اكزامبل ونشوف. لو انا حطيت لك التو دوتس هنا هقول ساعتها الاثنين بيجمعوا على بعض ولا الاثنين بيروحوا من بعض؟ تعال الاول نكتب الفولتج اللي على الكويل الاولاني والفولتج اللي على الكويل الثاني. الفولتج اللي على الكويل الاولاني هيبقى اسمه ايه؟ هسميه في ال 1. يبقى الفولتج اللي على الكويل ال 1 هيبقى بيساوي ايه بقى؟ الجزء جاي نتيجة السيلف اندكتنس بتاعته، فده هو جي اوميجا ال 1 في الكرنت اللي كان ماشي فيه اللي هو اي 1. وجزء جاي منين؟ من النيوترال ما بين الاثنين، جي اوميجا ام في اي 2، عشان الكرنت اللي كان ماشي في الدايره الثانيه كان هو اي 2 او في الكويل الثاني كان هو اي 2. هحط انا بينهم اشاره زائد او ناقص على حسب ايه؟ ال 2 اي 2 زائد جي اوميجا ام اي 1. هحط ما بينهم اشاره زائد ولا ناقص بقى على حسب ايه؟ على حسب ان انا هطبق الدوت رول. الدوت رول بتقول لك لو كان التو كارنس داخلين على الدوتس يبقى الاثنين، الاثنين داخلين على الدوتس او الاثنين خارجين من الدوتس، يبقى ساعتها الاشاره بتاعتك هتبقى بوزيتيف، يعني الفلكس اللي هنا بيجمع الفلكس اللي هنا فبيزود لك كميه الفلكس، فيبقى الديفرنشيشن بتاعها بيطلع رقم كبير، واضح؟ فيبقى الفولتج بيزيد. طيب هنا تعالوا نشوف المساله دي بتاعتي، الكارنس الاثنين بيصبوا في الدوت ولا الاثنين خارجين من الدوت ولا واحد داخل وواحد خارج؟ انا نمسك الكويل الاولاني، الكلام تعمل ايه مع الكويل الاولاني؟ داخل. مين قال انه داخل؟ هو كده داخل؟ يعني انا لو رسمته كده هيبقى داخل؟ كده داخل ولا خرج؟ داخل على بالظبط. حته مهمه جدا والناس بتعمل ايه في الامتحان؟ الناس بتسيب المساله كلها وتقعد تدور على الكرنت جوه الكويل. لا احنا ما بنبصش على الكرنت جوه الكويل، لما بنبص على الكرنت فين؟ داخل. الواير. ده الناس اتفقوا على كده، فانت لازم تمشي بالستاندرد بتاعت الناس، مش انت تخترع ستاندرد جوه الامتحان وتحل مساله ثانيه، يبقى انت كده بتحل مساله غير اللي انا اديتها لك. طيب يبقى انا هنا هقول خلاص الكرنت بتاعي واضح انه داخل على الدوت، داخل على الدوت ليه؟ لان انت لازم تشوف الكرنت في الواير، ما تشوفش الكرنت خالص في الكويل. طيب نفس الكلام هنا، يبقى الكرنت منه داخل على الدوت. يبقى واضح ان هنا الفلكس هيجمع ولا لا؟ هيبقى الاشاره بوستيف ولا نيجاتيف؟ بص هنا طيب خلينا نكمل. هو في كام كومباينيشن بقى ممكن نبص عليهم بالشكل ده؟ ما انا عندي اثنين دوتس وعندي اثنين كرنتس، هقعد ابص على كل الكومباينيشنز، عندي سته كومباينيشنز ممكن نقعد ندرسهم كلهم مع بعض، بس انا مش هعمل كده معاك خالص في السكشن. امال عايز اعمل ايه؟ عايز الناس تبقى فهمت الرول، فلما اسال على اي واحده اقسم اي مثال نعرف نقول الرول بتاعتي دي هحط بلس ولا هحط ماينس. خلينا نجرب مع بعض كده اكزامبل. انا حطيت البوت بتاعتي دي هنا، البوت دي هنا، وعكست اتجاه الكارت. مين اللي قال بلس؟ تعالى نشوف ايه البلس. خارج وخارج. هو هنا ايه اللي حصل؟ الكارنت بتاعك ماله؟ داخل على الدوت ولا خارج من الدوت؟ خارج من الدوت. خارج من الدوت. طبق الكارنت فين؟ هاجي هنا واحط الكارنت بتاعي بره الكويل خالص، فيبقى خارج من الدوت. وهنا الكارنت ماله؟ طيب لو عكست كارنت اي واحد خلاص، يبقى ساعتها اقول ان في واحد داخل والتاني خارج، يبقى ساعتها اختار الاشاره النيجاتيف. طيب هي دي الدوت رول بمنتهى السهوله يعني. بس في حاجه كمان مهمه شويه. هو الفولتج اللي انا كاتبه هنا الاكسبريشن بتاع الفولتج اللي على كويل ال 1 والاكسبريشن بتاع الفولتج اللي على كويل ال 2، الاشارات بتاعتهم هو البوزيتيف فين والنيجاتيف فين؟ دايما لما باجي اقول الفولتج بقول الفولتج بتاع نقطه بالنسبه لنقطه. هي مين النقطه اللي بحسب عندها الكويل ال 2 دي؟ مين الفولتج في كويل ال 2 دي؟ هي البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا؟ ولا النيجاتيف هنا والبوزيتيف هنا؟ حسب الكرنت بالظبط. يبقى الفولتج اللي هنا ده معتمد على مين؟ معتمد على الكرنت. طب يبقى اكتبه ازاي؟ دايما هتشوف الكرنت بتاعك ماشي فين وبعد كده تحط الاشارات بتاعتك على الفولتج بتاع الكرنت. يبقى هنا لو الاي 2 ده ماشي كده ماشي من تحت لفوق، يبقى الجهد الاعلى فين؟ من تحت لفوق. من تحت لفوق يبقى يمشي البوزيتيف هنا والنيجاتيف تحت. ماشي يا شباب؟ طيب خلينا نجرب الكلام ده في اكزامبل على طول عشان الناس ما تبقاش قاعده تسمع كلام ومش مش عارف تطبق في المسائل. انا عايز كل الناس بتحاول تحل مساله رقم واحد في شيت 7، مش معاه الشيت هتكتب له المساله على طول.
الاسئله بتاعتي دي خلينا بس نتناقش في المطلوب بتاعها الاول وبعد كده نبدا نتكلم. طيب خلينا بس نسمع كلمه قبل ما نبدا نحل. هو السؤال الاولاني هو طالب ايه عايز يعرف قيمه الفي 2 اللي يحطها عشان يخلي الكرنت اي 1 صفر. الكلام ده لو ما كنتش عارف يعني ايه الكابلنج وما كنتش هتطلب كابلنج ما بين الاثنين كان ينفع اصلا؟ كان ينفع اي حاجه نحطها في الدايره الاولانيه عشان تخلي الكرنت في الدايره الثانيه تساوي صفر؟ لا دول دايرتين منفصلين عن بعض، بس هنا الدايرتين دول مش منفصلين عن بعض بما اننا عارفين دلوقتي ان في كابلنج ما بين التو بوينتس وان هو قايل لك ان فعلا في ميوتوال كابلنج ما بين الاثنين. هو ينفع الميوتوال كابلنج ده يبقى بصفر؟ ينفع الميوتوال كابلنج يبقى بصفر، ساعتها يبقى الدايرتين منفصلين خالص عن بعض، لو الدايرتين منفصلين عن بعض يبقى ساعتها في اي قيمه لفي 2 تعرف تخلي الاي 1 بصفر؟ خالص. واضح؟ فهنا الحاجة الوحيدة اللي خلت ان الفي 2 قيمتها تقدر تأثر في الاي 1 هو ان في ميوتوال كابلنج ما بينهم قيمته بتساوي 2 جي. أنا عايزك دلوقتي تدور على قيمة الفي 2 اللي بتخلي الاي 1 بصفر، وعايز كمان أعرف الفولتج اللي موجود على 8 جي ده هيبقى بسبب كام. هو أنا لو عايز أحل المسألة دي إيه اللي أنا عارفه؟ أنا عارف الفولتج اللي على الكويل 8 جي ده الإكسبريشن بتاعه بيساوي إيه؟ هو جزء جاي نتيجة السيلف إندكتنس وجزء جاي نتيجة الميوتوال إندكتنس، برضه عارف الفولتج اللي موجود على 2 جي ده بيساوي كام؟ اللي هو جزء جاي نتيجه السيلف اندكتنس بتاعت ال 2 جي والميوتوال اندكتنس برضه اللي هي ال 2 جي اللي موجوده ما بين التو بوينتس. بس عشان احل المساله دي ما ينفعش اطبق نفس قواعد السيركتس اللي احنا كنا عارفينها قبل كده. ما ينفعش ناس تيجي تعمل فولتج ديفايدر كرنت ديفايدر بنفس الطريقه. ليه بقى؟ لان في حاجه واصله انت مش شايفها خالص. هي ايه اللي واصل وانت مش شايفه؟ ال 2 جي. ال 2 جي دي موجوده في المساله، يعني ليها قيمه في المساله. هو ده اندكتور موجود في المساله بس مش باين في المساله. خلاص؟ فانا هنا لما اجي احل المساله هكتب علاقات ما بين الفولتج والكرنت، والعلاقات ما بين الفولتج والكرنت هي اللي هعرف اجيبها، لان انا عارف العلاقه دلوقتي ما بين الفولتج والكرنت اللي موجوده على 8 جي. خلينا نعمل الكلام ده بس خطوه خطوه عشان الناس ما تتلخبطش. يبقى انا عايز اعمل ايه هنا؟ اول حاجه عايز اعملها عايز اجيب اي 1 واي 2 والفي 2 اللي بتخلي لي الاي 1 ده يبقى بصفر. عشان اعمل الكلام ده انا عايز كل الناس تبقى معايا بس، ممكن نركز هنا. انا عندي كمان حاجه ثانيه عايز اعملها في الحقيقه. انا عايز اعكس اتجاه الكرنت. هي المساله ما كانش فيها اتجاه الكرنت معكوس، بس انا عايز اقول لك ان في الامتحان مش لازم يدي لك اتجاه الكرنت، فانت ممكن ما يبقاش معاك اتجاه الكرنت. يبقى انا لو عملت اسامبشن غلط يبقى حل المساله غلط؟ لا، حل المساله مش غلط، انا ده اللي همشي فيه دلوقتي. هو كان في كرنت اي 2 بيمشي في الاتجاه ده. انا هحل المساله على اني بحل المساله في الاي 2 داش. والاي 2 داش ده ماشي عكس الاي 2. نشوف حل المساله فعلا هيوصلني نفس الفاينل انسر اللي هو كان بيطلعها ولا ما بيطلعها. طيب خلينا نمشيها بقى واحده واحده. لو انت عايز تكتب كي في ال ايكويشن، ما هي الايكويشنز اللي موجوده ولسه ساتسفايد معاك ما عندكش فيها مشاكل، هي الايكويشن بتاعت كي في ال والكي سي ال. ليه؟ انت عارف الفولتج دروبس اللي موجود على كل الكومبوننتس اللي موجود عندك في اللوب دي، نفس الكلام انت عارف الفولتج دروبس اللي موجود على كل الكومبوننتس اللي موجود في اللوب. عايز اكتب كي في ال ايكويشن للوب الاولاني. مين هيكتب معايا؟ اكتب ايه؟ 100. ال 100 دي هي مجموع الفولتج دروبس كلها اللي موجوده على اللود دي، بتساوي ايه بقى ال 100 دي؟ 5 اي 1 زائد الفولتج دروب اللي موجوده على 8 جي. احنا لسه من شويه كنا بنقول ان الفولتج دروب اللي موجوده على 8 جي البوزيتيف هنا النيجاتيف هنا لان الكلام ماشي من الجزء الاعلى للجزء الاقل، هيساوي كام بقى؟ 8 جي مضروبه في مين؟ مضروبه في اي 1. ده جزء السيلف اندكتنس بتاعتي، الجزء اللي جاي نتيجه السيلف اندكتنس. طب الجزء اللي جاي من نتيجه الميوتوال اندكتنس هيبقى بيساوي كام؟ ناقص ولا زائد؟ مين اللي يقول لي؟ اللي يقول لي الدوت رول. تعال نطبق الدوت رول كده. الدوت رول بتقول لي ايه؟ كارنت اي 1 داخل على الدوت، طب والكارنت اي 2 خارج من الدوت، يبقى الاشاره نيجاتيف. يبقى ده هيديني نيجاتيف جي 2 مضروبه في مين؟ مضروبه في الكارنت اللي ماشي في الكويل الثاني اللي هو اي 2 داش. لغايه دلوقتي في اي مشاكل؟ الناس اللي ما سمعتنيش في الاول وكنت بقول لهم سيبوا القلم، انا عكست اتجاه الكرنت. الاي 2 اللي موجود عندكم في الشيت غير الاي 2 داش اللي انا بحل عنه. فعشان كده الدوت رول كمان ادتني اشاره نيجاتيف مش ادتني اشاره بوزيتيف زي ما موجود عندكم في الشيت. طيب كي في ال عند لوب 2 بقى هنعملها ازاي؟ اكتب ايه؟ الفي 2 هتبقى بتساوي ايه؟ الفي 2 دوت فولتج ديفرنس ما بين النقطتين دول. تعالى نمسك الفي 2 دي ويقول اللي هي مجموع الفولتج دروبس اللي موجود هنا زائد اللي موجود هنا، صح؟ طيب قولوا لي بقى مين الفولتج دروب اللي موجود الاول على الاثنين هم دي؟ نيجاتيف. نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2 مضروب في الاي 2. ليه نيجاتيف؟ عشان انا كنت ماشي عكس اتجاه الكرنت اي 2 داش. طيب خلينا نكمل. مين الفولتج دروب بقى اللي موجود على الاثنين جي ده؟
هو فين اتجاه البوزيتيف والنيجاتيف بتاع الكوري ده؟ البوزيتيف تحت لان الكرنت ماشي من تحت لفوق، فيبقى البوزيتيف تحت والنيجاتيف. يبقى انا قابلت مين؟ قابلت البوزيتيف ولا النيجاتيف بتاعت الفي كويل؟ لا قابلت النيجاتيف، فانا هكتب نيجاتيف الفي كويل اللي موجوده بتاعت الاثنين جي. مين الفولتج بقى اللي موجود على الاثنين جي ده؟ زي اللي احنا كنا كاتبينه هنا بقى، جزء جاي نتيجه السلف وجزء جاي نتيجه الميوتوال. مين الجزء اللي جاي نتيجه السلف؟ الاثنين جي مضروبه في مين؟ في الاي 2 داش الكرنت اللي ماشي في الكويل نفسه. وجزء جاي نتيجه الميوتوال، العلاقه ما بين الميوتوال كانت ناقص ولا زائد؟ ينفع تغير؟ لا ما ينفعش تغير، هي نفس الكلام اللي كتبته هنا هكتبه هنا تاني، يبقى ناقص. ناقص ايه بقى؟ ناقص 2 جي مضروبه في الكرنت اللي كان ماشي في الكويل الاولاني. مين الكويل الاولاني؟ هو ار 8 جي كان ماشي فيه كرنت اي 1. يبقى شكل المعادله بتاعتك كده. حد عنده مشكله في اللي انا كتبته ده؟ طيب انا بس كل اللي عامله ان هدخل الناقص على القوس. فالناقص هنا هتضرب في الاولاني كان بوزيتيف اصلا هتطلع نيجاتيف، وهتضرب في الثاني نيجاتيف هتطلع بوزيتيف. طيب هو بيقول لي دور على مين؟ دور على قيمه الفي 2 اللي تخلي لك الاي 1 بصفر. طب العلاقات بتاعت الفولتج والكرنت كلها قدامك، يبقى اعمل ايه في الايكويشنز دي؟ اصفر الاي 1، تعال نصفر الاي 1. الاي 1 ده يبقى بيساوي صفر، الاي 1 ده يبقى بيساوي صفر، الاي 1 ده يبقى بيساوي صفر. يبقى ايه اللي انا اكتشفته هنا؟ ان ال 100 بتساوي نيجاتيف 2 جي اي 2 داش، يبقى مين هي الاي 2 داش؟ هي ال 100 مقسومه على نيجاتيف 2 جي، اللي هي دي هتطلع لي كام بقى؟ 50 جي. الحل اللي انت طلعته طلعته كام؟ صرف 50 جي، يبقى حلينا احنا الاثنين صح ولا غلط؟ انا هتفرض الكرنت في الاتجاه ده وانت بتقول لي الكرنت اللي هيمشي في الاتجاه ده 50 جي، يبقى احنا الاثنين متفقين وطلعين نفس الرقم. طيب هو مش هو ده اللي كان مطلوب، ده كان طالب ان انا اجيب الفي 2. مين هي بقى الفي 2؟ الفي 2 هي بتساوي نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 جي مضروبه في اي 2 داش. يبقى نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 جي مضروبه في اي 2 داش، ومين هي اي 2 داش؟ هي 50 جي. الكلام ده لما ضربتهم الاثنين في بعض طلع لي كام؟ طلع لي 100 ناقص 100 جي. طبعا فوقت والتاني كده تمام كده ولا مش تمام؟ في حد مش فاهم اللي انا عملته ده؟ طيب هو ليه الفولتج ما اتعكسش؟ عشان عكست الكرنت يبقى المفروض الفولتج كمان يتعكس؟ شايف الفولتج انت لسه بتحسب الفولتج ما بين اي نقطتين، مش لسه بتحسبه ما بين النقطتين دول؟ والحل بتاعك برضه انت بتحسبه، انت بتحسبه من بين نفس النقطتين، الفولتج هيتعكس، لكن اتجاه الكرنت انا عكسته، عشان كده بيطلع بالنيجاتيف والتاني ما بيطلعش بالنيجاتيف. خلاص؟ طيب عايز احسب الفولتج اللي على الكويل ال 8 جي، احسبه ازاي؟ صح بس مفيش طريق تاني اسهل. دايما القواعد اللي احنا اتعلمناها في السيركتس كي في ال وكي سي ال ما عندكش فيها مشاكل انت تطبقها. تعال نطبق هنا كي في ال. طبق كي في ال عشان تحسب الفولتج ما بين النقطتين دول ازاي؟ امشي على اي مسار، لو مشيت في المسار ده هيبقى انت محتاج تبقى عارف ايه؟ عارف اي 1 وعارف اي 2 وقيمه السيلف اندكتنس وقيمه الميوتوال اندكتنس. لما تمشي في الطريق الثاني، الطريق الثاني والله اسهل بكتير، كل اللي انت محتاجه بس تبقى عارف الاي 1، انت عارف الاي 1 بصفر، يبقى ساعتها الفولتج دروب اللي موجود هنا بيساوي كام؟ صفر. الفولتج دروب اللي موجود هنا بيساوي كام؟ 100. يبقى اكيد الفولتج هنا بيساوي كام؟ 100. طيب معلش انا عايز اقعد شويه مع الريزلت دي. الريزلت دي عامله لناس كتيره مشاكل. عشان كده ليه بقى؟ هو ازاي جاب 100؟ طيب سؤال، هو جابها من السورس ده ولا جابها من السورس ده؟ خليني اسال السؤال بالعكس. الفولتج دروب تاني، الفولتج دروب اللي موجود على الريزستنس ده بكام؟ صفر. ما مشيش فيه كرنت فما طلعش عليه فولتج دروب، صح؟ ده الكلام اللي احنا عارفينه. طب ليه هنا ما مشيش كرنت وفي نفس الوقت طلع فولتج؟ عشان نتيجة الكابلنج هو ده بالفولتج ده منين بقى؟ جابه من الجزء اللي جاي من الميوتوال، يعني جاي من السورس في 2، هو ما جابش حاجة لسه من الفي 1. واضح؟ طيب خليني اسأل سؤال كمان. طيب خلينا لما ناخد التي نتورك، يعني هسال السؤال بس لما ناخد التي نتورك عشان الناس هتتلخبط دلوقتي لو سالت السؤال. طيب انا عايز اتكلم دلوقتي في مشكلتي في المساله دي ايه؟ مشكلتي في المساله ان انا مش عارف اطبق نفس قواعد السيركتس، يعني زميلكم من هو بيحل
قال لي خلاص انا عايز احسب الفولتج بتاع الكمانيه جي ده، انا عايز اطبق الفولتج ديفايدر. ينفع اطبق الفولتج ديفايدر؟ ليه لا؟ هو اول شرط ان انت تطبق الفولتج ديفايدر كان ايه؟ لوب واحد. ان كانت تبقى مساله لوب واحد، ما دي لوب واحد. بس في شرط تاني بقى، عارف ايه الشرط التاني؟ ان كل الالمنتس يبقى ماشي فيها نفس الكارنت. تعال نشوف الالمنتس اللي موجوده هنا كلها ماشي فيها نفس الكارنت ولا لا؟ الخمسه دي ماشي فيها كام كارنت؟ هي الاي واحد. الثمانيه جي دي ماشي فيها اي كارنت؟ اي واحد. بس هي مش 8 جي بس، الدوت دي بتقول لك ايه بقى؟ ان انت عندك كمان ال 2 جي، ال 2 جي دي ماشي فيها يعني كارنت؟ اي 2. يبقى ينفع نعمل فولتج ديفايدر على الكومبوننتس دي؟ لا، عشان كده ما ينفعش خالص اطبق لا فولتج ديفايدر ولا كارنت ديفايدر في الشكل ده. فالشكل ده في الحقيقه سخيف قوي، لو انا بحل المساله مش عارف استخدم بقى اللوب اناليسيس والموديل اناليسيس بالطريقه العاديه اللي احنا اتعودنا عليها، والسمبليفيكيشن بالطريقه العاديه اللي انت اتعودت عليها. يعني انت لو عايز تعمل هنا سمبليفيكيشن هتيجي تقف هنا وانت مش عارف ال 2 جي تاخدها سيريس مع دي ولا تاخدها بارل مع دي، فانت مش عارف تعمل ايه. طيب عشان كده رحنا نعمل ايه بقى؟ رحنا ندور على ايكويفلنت بروبلم لنفس البروبلم دي، بس كل حاجه فيها واصله بايرز. سميناها ايه؟ سميناها كوندكتيفيتي كابل سيركت. يبقى الفرق ما بين الكابل سيركت والكوندكتيفيتي كابل سيركت ان دي مساله مكافاه، بس المساله المكافاه دي ميزتها ايه؟ ان بنطبق عليها نفس قواعد السيركتس اللي احنا اتعلمناها، وكل الميثودز اللي احنا اتعلمناها ينفع تتطبق، لان ما فيش اي حاجه واصله في الهواء، ده كل الحاجات بقت واصله فيزيكالي بايه؟ بالكونكشنز مع تيجه الوايرز. الكلام ده ممكن نوصل له عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها التي نتورك او الباي نتورك. في تو ميثودز بس في الحياه الدكتور بيديكوا بس التي نتورك ومش هيكلمكم خالص عن الباي نتورك، صح؟ ولا قال لكم ان في حاجه اسمها باي نتورك؟ طيب هو غالبا احنا ما بنحلش الا بالتي نتورك، وان في باي نتورك اللي عايز يبص على الريفرنس ويشوف الناس ازاي بتشتغل، بس انت ما تحاولش يعني في الامتحان تستخدم الحاجه اللي الدكتور قالها في المحاضره، بس المعرفه مش هتخسرك حاجه. طيب في حاله التي نتورك انتوا عملتوا ايه؟ رسمنا المسالتين. ده اللي حصل في المحاضره، الناس اللي بتحضر المحاضره. الدكتور رسم المسالتين، حط سورس هنا، ورسم المساله الثانيه كده، حط هنا امبيدنس، وحط هنا لود، وسمى ده في واحد، وسمى ده ار واحد، وده ال واحد، وال اثنين، وار اثنين، وزد، حط الدوتس بتاعته، وقال ان في كارنت هنا اي واحد، وفي كارنت هنا اي اثنين، وكتب الايكويشنز بتاعت المساله دي. وقال خلاص انا هشيل المساله دي واحط مساله مكافئه فيها. مين المساله المكافئه؟ هشيل الاثنين اللي عاملين لي المشكله دول ومخليني مش عارف اكتب قواعد السيركتس اللي انا اتعودت عليها. واحط مكانهم ايه؟ احط مكانهم التي. التي دي اللي هي الشكل ده. وبقيت المساله تنزل زي ما هي، بقيت المساله اللي هي فيها ايه بقى؟ فيها ار واحد، فيها فولتج، فيها ار اثنين، وفيها امبيدنس زد. ورسم المساله دي قاعد يدور على قيم الاي والبي والسي اللي يحققوا ان الحلين هنا يبقوا نفس الحل. يعني ايه حلين يبقوا نفس الحل؟ يعني الاي واحد هنا تبقى هي نفسها الاي واحد هنا، والاي اثنين هنا تبقى هي نفسها الاي اثنين هنا. طيب الكلام ده بقى وصلنا له فيه لايه؟ لحاجه اسمها التي نتورك. لقينا ان التي نتورك دي احنا كل اللي احنا محتاجينه عشان نعرف نحل المساله بالتي نتورك ان احنا نتاكد الاول ان احنا عندنا شرط مهم جدا عشان اعرف احول بين الكابل سيركتس للكوندكتيفيتي كابل سيركت. ايه هي بقى الشرط ده؟ ايه الشرط ده؟ حد عارفه؟ لازم يبقى عندي نقطة مشتركة ما بين التو كويلز. يعني ايه نقطة مشتركة ما بين التو كويلز؟ النقطة المشتركة دي مش معناها ان هما الاثنين جراوند، مش معناها ان هما الاثنين اس سي، مش معناها ان هما الاثنين نقطتين ليهم نفس الجهد وخلاص. ممكن ازاي يكون نقطتين ليهم نفس الجهد؟ ممكن يبقوا متوصلين ما بين بعض بشورت سيركت، ممكن يبقوا الاثنين الفولتج هنا والفولتج هنا نفس النقطتين. طيب بس خلينا الأول نبص على الدايرة دي. أنا عندي تو كويلز، في كام نقطة هنا كده في الدايرة دي؟ في كام نقطة؟ أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. يبقى الشرط عشان تعرف تحول الشكل ده للتي نتورك هو إيه؟ إن يبقى عندك نقطتين نفس الجهد. مين النقطتين دول؟ لازم يبقى نقطة من هنا ونقطة من هنا، أكيد ما يبقاش نفس النقطة يعني. طيب يعني إيه؟ يعني ممكن ترفع واحد وأربعة، ثلاثة واثنين، ثلاثة وأربعة، واحد واثنين، أي كومباينيشن، المهم واحدة من هنا وواحدة من هنا يبقى ليهم نفس الجهد. دايما النقطة دي هنسميها إيه؟ هنسميها ثلاثة. خلاص طالما الاثنين دول هيبقوا نفس النقطة هنسميهم إيه؟ هنسميهم نقطة ثلاثة. طب وبعدين؟ التي نتورك دي ليها موديل من اثنين، موديل سميناه سيميلر موديل، وموديل تاني سميناه ديفرنت موديل. ايه الفرق بين السيميلر موديل والديفرنت موديل؟ هو في الحقيقه اللي احنا كنا لسه كنا بنقول من شويه ان يعني انت مش بتعرف تحدد
الفولتج هيجمع ولا هيطرح الاثنين من بعض الا عن طريق الاورينتيشن وعن طريق الكرنت. طب الكرنت موجود في التي نتورك، يعني انت لما تحول المساله دي فانت لسه محافظ على الكرنت، يبقى ناقصك مشكله. المشكله اللي كانت موجوده هي مين؟ ان الدوتس اختفت. طالما الدوتس اختفت يبقى لازم تحط تاثيرها. تاثيرها هتحطه ازاي بقى؟ بنبص على ايه؟ بنبص على النقطتين اللي مش كومن. دايما لو انت عندك من الاربع نقط نقطتين كومن يبقى عندك نقطتين مش كومن، اللي هم مين هنا في المساله؟ واحد واثنين. ابص عليهم على ايه؟ ابص على الدوتس بس، ما ببصش على كرنت، ما ببصش على اي حاجه، ببص بس على الدوتس. والله لقيت النقطتين دول عندهم دوتس، بسمي النقطتين دول سيميلر. طيب ما لقيتش النقطتين دول عندهم دوتس، الاثنين دول كده ما عندهمش دوتس، الدوتس كلها كانت موجوده بعد. سيميلر ولا مش سيميلر؟ اه واحد واثنين زي بعض، ايا كان عليهم الاثنين دوتس او الاثنين ما عليهمش دوتس يبقى هم كده بقوا سيميلر. سيميلر دي كنا بنعمل التي موديل ازاي؟ التي موديل ده فيه اربع نقط مش ثلاث نقط بس. يبقى انا عندي نقطه في النص هسميها نقطه اربعه، دي هي اللي بوصل فيها كل النقط اللي كانت موجوده في الدايره اصلا، اللي هي واحد وثلاثه واثنين. لو نفس شكل الستار، وانت متحول من دلتا لستار كنا بنعمل حاجه زي كده. وتوصل ما بين واحد وما بين النقطه اللي انت استحدثتها دي، وما بين ثلاثه وما بين النقطه اللي انت استحدثتها، وما بين اثنين وما بين النقطه اللي انت استحدثتها. لو كانوا سيميلر موديل هستخدم مين؟ هستخدم ال1 ناقص ال، استخدم ال ام، استخدم ال2 ناقص ال ام موجوده ما بين اثنين و4. امال ايه بقى الديفرنت موديل ده؟ الديفرنت موديل ده بيقول لك ده اللي بيحقق لك كونديشن او يدي لك نفس الايكوفلنت بروبلم لو كانت واحد واثنين عكس بعض، يعني واحده كان عندهاش دوت والثانيه كان عندها دوت. يبقى كده واحد واثنين نسميهم ديفرنت بوينت، طالما ديفرنت بوينت بنستخدم الديفرنت موديل. مين هو بقى الديفرنت موديل؟ نفس الطريقه. ادي واحد، ادي ثلاثه، ادي اثنين، بس الاختلاف كله هو ايه؟ ان بدل ما كنت بقى تروح من ال ال1 ال، لا هجمع على ال ال1 ال، وهجمع على ال ال2 ال، وهجمع برضو على ال، هي دي كانت اما هتبقى هنا بتساوي ايه؟ هتبقى بتساوي ناقص. خلاص ده موديل، بشيل المساله المكلكعه دي اللي كان فيها التو كويرز دول واحط مكانها المساله من المسائل اللي احنا بنعرف نحلها، ده هيخليها في المساله كلها قابلت مع بعض ومفيش اي حاجه ما بينهم عليها سهم وعليها ميوتوال كابلنج. في سؤال اخير بس في الجزء اللي انا عملته ده في التي نتورك، انا لقيت في التي نتورك ده في حاجه مكتوبه كده ال1 ناقص ام وال2 ناقص ام، في حاجه اسمها ناقص ام كمان، هو ينفع الاندكتور تبقى الامبيدنس بتاعته ناقص؟ رياضه بس يعني ايه رياضه بس؟ هو اصلا مش يعني ايه رياضه بس يعني مو كافر بس؟ الناس اللي ساكته فاهمه اللي هم بيقولوا ده؟ في الحقيقه اه الكلام ده المفروض نبقى فاهمينه من شويه قبل كده اتعلمناه، احنا كنا بنعمل الترانسفورميشن من فولتج سورس لكرنت سورس، مش انت وانت بتحول من فولتج سورس لكرنت سورس قلت لك ما تحسبش الكرنت اللي موجود في الريزيستنس دي، على الرغم من ان الريزيستنس دي هي نفس الريزيستنس اللي موجوده في الموديل الثاني، بس قلت لك الاثنين مش موجودين في نفس المكان، الاثنين مش عليهم نفس الفولتج، الاثنين مش عليهم نفس الكرنت. طب ازاي؟ هو ده نفس الكلام اللي انا بقوله هنا، ده حل رياضي يا شباب، ده حل رياضي. الحل الرياضي ده مش معناه ان الكويل اللي كان موجود في الحقيقه قلب بقى كاباستور، فمعنى ان الامبيدنس بتاعته تبقى بالميجرنج نيجاتيف ان هي بقى كاباستور، ده مش معناه ان هو في الحقيقه قلب كاباستور، ده حل رياضي. فالحل الرياضي ده مقبول؟ اه مقبول. مقبول ان الامبيدنس اللي تعرف تحل المساله دي تبقى كاباستيف امبيدنس ما تبقاش اندكتيف امبيدنس. واضح؟ طيب انا عايز اطبق الرول دي على المساله دي، ينفع نطبقها اصلا؟ ازاي ينفع؟ فين النقطه الكومن؟ بالظبط، بما ان الفولتج سورس بتاعي ده في 2 كان هنا وال 100 كانت هنا، دايما كنا بناخد الجراوند بتاعنا فين؟ هو في الطرف النيجاتيف بتاع الفولتج سورس. فيبقى النقطة الكومن بتاعتي هي النقطة اللي موجودة في تحت، ممكن كلنا نطبق ونشوف فعلا الريزلت هتطلع نفس الريزلت ولا لا؟ يعني احنا عشان نروح فعلا للتيم موديل او الكوندكتيفيتي كابل سيركت، انا محتاج ان المسألة دي يبقى فيها نقطة كومن ما بين التو كويرز. في نقطة كومن ما بين التو كويرز؟ اه لقينا ان دي الجراوند ودي الجراوند فخدناها هي دي النقطة الكومن بتاعتنا. هنسمي النقطة دي ايه؟ هنسميها نقطة رقم 3. النقطة الكومن دايما هنسميها نقطة رقم 3. طيب فين النقطتين التانيين؟ هما النقطتين اللي موجودين على طرفين الكويرز التانيين، ما هنا في نقطة واحد وهنا في نقطة اثنين. عشان تروح للتي موديل لازم تبقى عارف
ان الجي موديل بتاعك ده فيه كام نقطه؟ فيه اربع نقط، يبقى انا محتاج احط نقطه رابعه ودايما احطها في النص ما بين الثلاث نقط، عشان انت كده كده محتاج توصل ما بين النقطه الرابعه دي وما بين الثلاث نقط الثانيين. فانا هحط النقطه الرابعه وليكن هنا. طيب اللي انا عارفه بقى ان المفروض هيبقى الموديل بتاعي ان في كويل موجود ما بين 1 و4 وفي كويل موجود ما بين 2 و4 وفي كويل موجود ما بين 3 و4. كنت الكويل دي معتمد على ايه؟ معتمد على ان المساله بتاعتك انت بتحولها للتي موديل كانت ديفرنت ولا كانت سيميلر؟ هي كانت ديفرنت ولا سيميلر بقى؟ سيميلر. ليه؟ لان اي 1 واي 2 سوري نقطة واحد ونقطة اثنين الاثنين عندهم دوتس، طالما الاثنين عندهم دوتس يبقى الاثنين سيميلر لبعض، يبقى لما اجي اقول ان الموديل بتاعي ده يبقى مين اللي موجود ما بين واحد واربعة؟ اللي موجود ما بين واحد واربعة هو ال واحد ناقص الام اللي هو يديني 6 جي. طيب ومين اللي موجود ما بين اربعة وما بين الاثنين؟ هو ال اثنين ناقص الام اللي هو يديني 2 جي ناقص 2 جي هيديني صفر. طيب ومين اللي موجود ما بين اربعة وما بين ثلاثة؟ الام نفسها اللي هو هيديني خلاص همسح بقية المسألة. فده شكل المسألة بتاعتك. المسألة دي تقدر تطبق فيها كل القواعد اللي انت اتعلمتها في السيركتس. عايز تحل المسألة باللوب اناليسيس حلها، عايز تحلها بالنودل اناليسيس حلها، عايز تحلها بالطريقة اللي انت عايز تحلها حلها، حتى لو عايز تحلها بالسمبليفيكيشن. بس خليني اسأل سؤال. مسألة زي دي أسهل حاجة عشان نحل فيها المسألة دي احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ندور على قيمة الـ V2 اللي تخلي لي الـ I1 بتساوي كام؟ بصفر. يبقى مين هي قيمة الـ V2 اللي تخلي لي الـ I1 بتساوي صفر؟ بمجرد النظر كده هنعرف نجيبها؟ نشيل الـ الشمال ده خالص، هنحل لوب واحدة. تحل لوب واحدة، طب وانا تحل لوب واحدة ازاي؟ عملت فورسنج لأن الـ I1 يبقى صفر. V2 الفيلا هتبقى هنا هتساوي الـ V. بالظبط، بما ان الفولتج ال 100 فولت ده واصل على طول على النقطه ما بين 4 و3 يبقى اكيد الفولتج اللي موجود ما بين 4 و3 ده بيساوي كام؟ هو ال 100، مفيش اي فولتج دروب موجود هنا لان مفيش اي كارنت هنا، يبقى ال 100 دي لو انا عرفت ان ده 100 يبقى اكيد الكارنت اللي ماشي هنا بكام؟ الاي 2 ده يبقى بيساوي كام؟ الاي 2 هيبقى بيساوي كام؟ هي ال 100 اللي هو الفولتج ديفرنس اللي موجود مقسوم على ال 2 جي، فده هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 50 جي، يبقى انا عرفت ان الكارنت سوري ناقص 50 جي. عرفت ان الكرنت اي 2 ده يطلع ناقص 50 جي. عرفت ان الكرنت اي 2 ناقص 50 جي ده يخليني ازاي احسب الفي 2؟ يبقى الفي 2 بتاعك المفروض هيبقى بيساوي كام بقى؟ نيجاتيف 50 في 2 في الاي 2 في 2 وهنا في شورت في هنا الصفر، يعني ايه امبيدنس قيمتها بصفر؟ دي زي الريزستنس اللي قيمتها بصفر، دي بتبقى بتساوي ايه؟ شورت سيركت، يعني كانها مش موجوده اصلا. يبقى اي 2 هيتضرب في 2 واجمع عليه ال 100. طيب 2 في اي 2، اي 2 اصلا كانت بتساوي كام؟ 2 في نيجاتيف 50 جي زائد ال 100 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 100 ناقص 100 جي، وده اللي احنا عرفنا نجيبه من الاول. طيب في سؤال كمان يا شباب، سؤال مهم قوي، ينفع نجيب الفولتج بتاع الكويل 8 جي من على المساله الايكويفلنت دي؟ 8 جي ما بقاش موجود صح؟ ما اعرفش اجيب اي حاجه عليه. لا في الحقيقه تعرف. بالظبط، هو ال 8 جي كان موجود ما بين انهي نقطتين؟ 8 جي كان موجود ما بين انهي نقطتين؟ مش كان موجود ما بين الواحد والثلاثة قبل ما نفك ده ونحطه في الموديل الجديد؟ طب هما واحد وثلاثة مش لسه ليهم نفس الجهد ولا جهدهم اتغير؟ مش دي مسألة ايكويفلنت، يبقى لازم يكونوا محافظين على نفس الجهد، فيبقى بي 8 جي بيساوي كام بقى؟ بي 1 3 بي 1 ناقص بي 3. طب بي 1 ناقص بي 3 ده انا عارف اعمل ايه؟ تعالى نمشي من واحد لثلاثة، في اي فولتج دروب موجود هنا؟ صفر. في فولتج دروب هنا؟ اه ده كنت على طول بتساوي ال 100، يبقى على طول ده بيساوي ال 100 فولت. واضح؟ طبعا واضح ان التي نتورك او الحل بتاعتي بالكوندكتيفيتي كابلد سيركت بيبقى اسهل جدا لان احنا اتعودنا خلاص على المسائل دي، وحتى الايكويشنز مش محتاجين ممكن نكتبها من مجرد النظر، لكن في الحاله الثانيه ان انت بتكتب الايكويشنز بتاعت الفي والاي محتاج تركز وتحط الدوتس وتشوف الكرنت داخل ولا الكرنت خارج، بس في الحقيقه انت لازم تبقى عارف الطريقتين لان مش كل المسائل هتعرف تحولها. ليه مش هتعرف تحولها؟ ساعات بيبقى فيه مفيش نقطة كومن ما بين المسألتين، طالما مفيش نقطة كومن مش هعرف أحولها حتى لو كانوا 2 كويس، طب حتى لو بقوا 3 كويس ينفع نحولها؟ لو بقت 3 كويس مش هتعرف تحولها ولازم تشتغل بالاي والفي ايكويشنز. واضح؟ فلازم نبقى عارفين الطريقتين، واحنا بنحل في البيت نبقى دايما بنحل كل المسائل بالطريقتين لو ينفع. طبعا في طريقة لازم هتنفع دايما اللي هي العلاقات ما بين الاي والفي، الطريقة التانية ممكن تنفع لو عرفت تحول التي نتورك ولو ما عرفتش تحول يبقى مش هتنفع.
اخلص الطريقه دي لان انا اقش الكونديشن اللي كان مطلوب. طيب النقطه الكومن لو مثلا كانوا الاثنين فوق او واحده فوق واحده تحت، شكل الانتي نتورك بيتغير ولا بيفضل زي ما هو؟ لا انت حدد النقط ووصل بعد كده ما بين النقط زي ما انا قلت لك، يعني حدد النقط الاول 1 و2 و3، انا بوصل بعد ما حطيت 1 و2 و3 وصلت ايه؟ ايه اللي كان واصل على واحد في الدايره القديمه؟ كان واصل عليها الريزستنس الخمسه والفولتج فورس ال 100 كانوا في سيريس مع بعض، برجع الدايره البقيه زي ما هي. على الكويلز نفسها الكويلز لا هي بتوصل من غير نفس النقط. انا معرفش ايه بعد ما شلناها كده ما ينفعش نجيب الكرنت تاني، لازم نرجع. انت عايز تجيب الكرنت؟ هو تاني انت كانت المساله بتاعتك فيها تو كرنتس بس اي 1 واي 2 صح؟ مش هم دول نفس الكرنتس في المساله الاصليه؟ ايوه انا عايز الناس تحل المساله دي، هدي الناس فرصه 5 دقائق يحلوها وبعد ال5 دقائق انا هحلها. خلاص؟ حلها بالطريقه الاسهل تاني، حلها بالطريقه الاسهل. يعني ممكن يبقى المساله دي نعرف نحولها ولا ما نعرفش نحولها، شوف هعرف نحولها ولا لا، عرفتوا تحولوها لو دي الطريقه الاسهل روح حل بالطريقه دي. ماشي؟ نعم. سيبها ازاي؟ كلمه زد انبوت اللي شايفها السورس معناها ان انت عايز تشوف الامبيدنس اللي تحطها ما بين نفس النقطتين دول، هندي لك نفس الكارنت اللي هيطلعها السورس ده. تاني الناس معايا ولا مش معايا؟ ولا لسه؟ طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ لازم تضمن ان مفيش اي سورس تاني موجود في المساله غير السورس اللي انت بتسال عنه. طب لو كان في ديبندنت سورسز في المساله هتعمل ايه؟ هسيبهم زي ما هم في المساله واروح احل المساله عشان احسب الفولتج والكرنت واجيب الزد انبوت من هي الريشيو ما بين الفولتج والكرنت. طب المساله زي دي محتاجه اعمل كده؟ محتاجه اروح احسب الكرنت وبعد كده احسب الفولتج على الكرنت عشان اجيب القيمه بتاعت الزد انبوت؟ في الحقيقه خالص لا. ليه بقى؟ لو انا عرفت احول المساله دي للتي نتورك خلاص المساله ممكن تعمل كل اللي انت عايزه، ممكن تعمل شويه سمبليفيكيشن سيريس وبارل لغايه ما توصل للمساله في الاخر، ان يعني في فولتج سورس وفي امبيدنس ان بارل معايا او ان سيريس معايا سوري. الامبيدنس دي هي مين؟ هي الزد انبوت اللي انت كنت بتدور عليه. طيب تعالى نعمل الكلام ده. اولا المساله دي ينفع نحلها بالتي نتورك اصلا ولا ما ينفعش؟ في نقطه كومن؟ اه. مين هي النقطه الكومن؟ النقطه اللي في النص دي، هنسميها النقطه 3. مين النقطتين بقى التانيين؟ نقطه 1 ونقطه 2. سيميلر ولا ديفرنت؟ سيميلر. سيميلر ليه؟ لان 1 و2 الاثنين عندهم دوتس. طيب انا هحط نقطه رقم 4، هي دي النقطه اللي هوصل بينها ما بين الواحد والاثنين والثلاثه وما بين الاربعه. انا هحط ما بين الواحد والاربعه اندكتور، وما بين الاثنين والاربعه اندكتور، وما بين الاربعه والثلاثه اندكتور. مين اللي ما بين الواحد والاربعه؟ ده المفروض ان هو ال1 ناقص الام. ال1 ناقص الام ده هيطلع لي 5 جي ناقص جي 6 يديني ناقص جي. طيب وال دي والاندكتور اللي هنا ده المفروض بيطلع لي كام؟ يطلع لي ال2 ناقص الام اللي هو يديني 10 جي ناقص 6 جي يطلع لي 4 جي. طيب ومين اللي هنا ده اللي موجود ما بين 4 و3؟ ده هو نفسه الجي 6، هو ده الام نفسها. طيب انا عرفت احول المساله، اروح ماسح كل اللي كان موجود قبل كده، بقت المساله بتاعتي شكلها عامل كده. طيب نعمل ايه بقى عشان نحسب الزد انبوت؟ خلاص احنا حولنا المساله، تعالى نحسب الزد انبوت. اول حاجه هساله لنفسي هو فين؟ احط كده الزد انبوت هو مين؟ هو الامبيدنس اللي شايفها السورس ده. طيب الامبيدنس اللي شايفها السورس دي عشان احسبها لازم ما يكونش في اي سورس اندبندنت غير السورس ده. في اي سورس ثاني اندبندنت عشان اروح اقفله؟ لا. طيب وبعد كده اعمل ايه؟ ابدا ابسط المساله طالما ما فيهاش ديبندنت سورسز. تعالى بقى ابسط المساله. حد شايف بتبسط منين؟ دايما بنبسط من ابعد نقطه. تعالى نمسك ابعد نقطه اللي هي الخمسه دي. الخمسه دي واصله مع اي حاجه سيريس او واصله مع اي حاجه امبارل؟ اه دي سيريس مع ال 4 جي. طب وبعد كده؟ امبارل مع كل البرانش ده، البرانش اللي فيه جي 6 و3 وجي 4. وبعد كده؟ سيريس مع النيجاتيف. تعالى نكتب الكلام ده، يبقى انا ممكن اجيب على طول الزد انبوت بمجرد النظر. زد انبوت هتبقى بتساوي كام؟ هتساوي 5 بلس جي 4. الكلام ده امبارل مع البرانش ده كله اللي هو هيبقى 3 زائد 2 جي. الكلام ده كله ماله؟ سيريس مع مين؟ سيريس مع النيجاتيف شيء. الكلام ده اللي انتوا حسبتوه لقيته بيساوي 1.88 بلس 4.34 جي. طيب عايز احسب الباور بتاعت ال 3 اوم، عايز احسب الباور بتاعت ال 5 اوم. سؤال، هو ينفع احسبه من الدايره دي ولا محتاج ارجع تاني للدايره الاصليه؟ لا ينفع. ينفع. معنى النقط. هي الفكره كلها ان احنا بنحسب في الدايره الاصليه ولا ما بنحسبش في الدايره الاصليه. لو الحاجه غيرت مكانها يبقى الحاجه دي مش هي الحاجه اللي انت كنت بتسال عليها. هل الثلاثه والخمسه غيروا مكانهم ولا لسه موجودين في مكانهم؟
يبقى ممكن تحسبه من الدايره الايكويفالنت. هو مشكله الدايره الايكويفالنت دي فين؟ في النقط اللي اتغيرت، اللي هي الحتت اللي اتغيرت اللي جوه التغيير، يعني النقط اللي ما بين الواحد والاربعه واللي الثلاثه والاربعه واللي اثنين والاربعه. لكن هل في مشكله في النقطه ما بين الثلاثه وما بين الجرام؟ ما فيش خالص مشكله. تعالى نحسب بقى الباور بتاعت الثلاثه اهو الباور بتاعت الخمسه اهو. عايز حد يقترح عليا حل سهل كده؟ في الكرنت ان انا اجيب الكرنت اي 1. اجيب ازاي الكرنت اي 1؟ الكرنت الفي انبوت على الزد انبوت. الفي انبوت على الزد انبوت هيديني التوتال كرنت. هيديني الاي 1. الكلام ده صح؟ مش اي 1 التوتال كرنت. هيطلع الاي 1 او اللي هي الاي توتال، يعني تسميها الاي توتال. بس السؤال، هل الكلام ده فاليد في كل الكيسز ولا لو كان في اندبندنت سورس ثانيه يبقى الحل بتاعي ده غلط؟ بالظبط. الحل ده مناسب للمساله دي تاني، الحل ده مناسب للمساله دي عشان انا عندي اندبندنت سورس واحد هو السورس اللي كنت بسال عليه. لكن لو كان عندك اندبندنت سورس الناحيه الثانيه لا، لازم تحل المساله بقى وتروح تحسب الاي 1 والاي 2. بس انا هنا ممكن استغل على طول ان في اندبندنت سورس واحد، فاقول على طول ان الاي 1 بتساوي ايه؟ بتساوي الفي ان على الزد ان. طيب مين هي الفي ان؟ هي ال 50. مين هي الزد ان؟ الرقم اللي احنا لسه كنا جايبينه من شويه. حسبنا الكلام ده، عرفنا نطلع الاي 1. طيب الاي 1 مش هتعرف تحسب فيه لا الباور بتاعت الثلاثه ولا الباور بتاعت الخمسه. امال ازاي بقى نحسب الباور بتاعت الثلاثه؟ اجيب الفولتج بتاع النقطه. طب ما هو برضه الاي 1 مش هتعرف تجيبه لوحده. كرنت ديفايد. بالظبط، هو كل اللي انا عايز اعمله عايز اروح اجيب الاي 2. تعالى نروح نجيب الاي 2. الاي 2 هيساوي ايه؟ اي 1 مضروبه في مين؟ اللي انا مش عايزه، اللي انا مش عايزه اللي هو 3 بلس 2 جي مقسوم على مين؟ على مجموع الاثنين، اللي هو يطلع لي 8 بلس 6 جي. الكلام ده هيطلع لي الاي 2 بيساوي كام؟ وابدا احسب الباور بتاعت 3 اوم والباور بتاعت 5 اوم. مين هي الباور بتاعت 3 اوم بقى؟ 3 اوم دي ماشي فيها اي كرنت؟ اي 1 ناقص اي 2. اي 2 الكلام ده كان ماجنيتيود سكوير بيتضرب في 3 اوم. طيب نفس الكلام الباور بتاعت 5 اوم دي هتبقى بتساوي ايه؟ اي 2 كماجنتيود سكوير مضروبه في. خلاص شباب؟ انا قلت صعب. طيب مساله البونص بتاعت السكشن ده، بس الحقيقه بقى اللي عايز ياخد البونص يحلها لي بالطريقه الصعبه. عشان في طريقه سهله للمساله وفي طريقه صعبه، انا عايز الطريقه الصعبه. الطريقه الصعبه مش طبيعي صح؟ كل مرة بقول لكم لما نيجي نحل نختار الطريقة قبل ما نحل. لا أنا عايز الناس تحل بالطريقة الصعبة عشان أوري الناس الأخطاء اللي بتحطها وهي بتحل بالطريقة الصعبة. طيب وبعد كده عايز اعمل ايه كمان؟ عايز اعرف الماكسيموم باور دي هتبقى بتساوي كام؟ اللي هياخدها الزد ال. طيب بصوا يا شباب، المسألة دي أكيد لو جات لك في الامتحان، أنا مش بقول لك حل بالطريقة الصعبة، أنا بقول لك المسألة تانية، في مسألة تانية هتجي لك في الامتحان مش هينفع فيها الحل بالطريقة السهلة، هجيب لك حاجة ما تخليكش تعرف تحل بالطريقة السهلة، هجيب لك حاجة تعرف تحلها بالطريقة الصعبة، عشان كده قلت للناس امشوا في المسألة دي بالطريقة الصعبة. لكن طبعا لو أنا عايز أحل المسألة دي بالطريقة السهلة أعمل إيه؟ أشوف أول حاجة ينفع أروح للكوندكتيفيتي كابل سيركت ولا مش هينفع؟ هينفع هنا؟ هينفع. هينفع إزاي؟ لأن في هنا نقطة كومن، النقطة الكومن دي هي مين؟ هي نقطة ثلاثة، وهنا دي نقطة واحد وهنا دي نقطة اثنين. ساعتها ابص على المساله دي واقول التي موديل بتاعي هيبقى ديفرنت ولا سيميلر؟ ديفرنت. يبقى ساعتها اقول في ما بين واحد واربعه، وفي ما بين واحد واثنين، سوري ما بين اربعه واثنين، وفي ما بين اربعه وثلاثه في شويه اندكتورز. بما اني شغال على الديفرنت موديل، الديفرنت موديل كان بيقول لي اللي موجود هنا ما بين واحد واربعه هو مين؟ ال1 زائد ام. مين هو ال1 زائد ام هنا؟ ال1 اللي هو 50 جي زائد الام 20 جي يطلع لي 70 جي. طيب مين اللي موجود ما بين 4 و3؟ اللي موجود ما بين 4 و3 هو النيجاتيف ام. النيجاتيف ام اللي هو نيجاتيف جي 20.
طيب مين اللي موجود ما بين 4 و2؟ اللي موجود ما بين 4 و2 هو مين؟ هو ال2 زائد ام. ال2 اللي هي 32 جي زائد 20 جي هيطلع لي 52 جي. طيب بعد كده اوصل بقيه المساله. بقيه المساله كان فيها ايه بقى؟ كان ايه اللي وصل على الواحد؟ 15 والفولتج سورس 56. اديني لحظه بس. ادي 15 وادي الفولتج سورس 52. مش مهندس هو ليه ديفرنت؟ لما نبص في التاني في التي نتورك بنبص على الكرنت بنبص على الدوتس بس صح؟ تعالى نمسك الواحد والاثنين. ادي نقطة واحد ودي نقطة اثنين. واحد عندها دوت، اثنين عندها دوت، يبقى سيميلر ولا ديفرنت؟ يعني لو عيل عادي هو اللي بص على الكرنت. بالظبط، انا قلت دايما واحنا بنبص على التي نتورك ما بنشوفش خالص حاجة تانية غير الدوتس بس. يا اما سيميلر يا اما ديفرنت بالنسبة للدوتس. مالهاش علاقة خالص بالكرنت. طب سؤال ليه حطينا المره دي الثلاثه هنا وانا حطيتهم بنفس الترتيب بتاعهم؟ انت لازم تحط نقطه اربعه في النص وتوصل بنفس التوصيلات. وده اللي انا عملته توصيلاتك هنا كده ماشي. بس اللي لسه واصل ما بين اربعه وثلاثه هو مين؟ هو ناقص ام، ما تغيرش. طيب تعالى نكمل بقيه المساله بقى. كان واصل كمان الطرف الثاني من ال 256 ده قافل الدايره كده. وبعد كده الاثنين ده نفسه كان واصل على مين؟ لو سمينا دي A وسمينا دي B هيبقى واصل ده على الـ A واصل ده على الـ B وما بينهم الزد ال بتاعتك اللي انت بتدور عليها ان انت تماكسمايز الباور اللي عليك. طيب في حاله زي المساله دي لو انت عايز تماكسمايز الباور يبقى انت بتدور على زد سيكونس اللي انت شايفها ما بين الـ A والـ B. تحل المساله دي ازاي؟ اعمل اوبن سيركت عند الـ A والـ B، اقفل كل الاندبندنت سورسز اللي موجوده في المساله وابدا احسب الزد اللي انا شايفها ما بين النقطتين A و B. عشان ما اتلخبطش احط فيرتشوال سورس. طالما هحط فيرتشوال سورس يبقى ابدا من النقطه البعيده خالص. تعالى نبدا من النقطه البعيده. ال 15 دي مالها مع ال 70 جي؟ يبقى الزد 7 اكس بتاعتي هتبقى بتساوي 15 زائد 70 جي. الاثنين سيريز مع بعض. الاثنين دول مالهم بقى؟ بارل مع ال 52 جي. عادي الزد 7 على طول صح؟ وبعد ما عملت الكلام بارل مع 52 جي هجمع عليهم النيجاتيف جي 20 لان هم هيبقوا سيريس معاها. يبقى هو ده الزد 7 اللي سبتها على طول. ومين هي الزد ان؟ هي الزد 7 كونجكت. الحل ده صعب؟ طيب كان كمان طالب الباور ماكسيموم من خدها الزد ان دي. احسبها ازاي؟ باور ماكسيموم هي مين؟ هي ب 7 اكس كماجنتيود سكوير مقسومه على 7 اكس. يبقى انا محتاج اروح احسب ب 7 اكس. ازاي احسب ب 7 اكس؟ لازم ارجع السورس تاني اللي كان موجود ادي 256 واقفل هنا واخلي ده اوبن سيركت واحسب ال ب 7 اكس اللي شايفها اللي هي الفولتج في اوبن سيركت. يبقى مين هي الفولتج في اوبن سيركت في المساله دي؟ هي الفولتج بتاع 4 2 4 بالنسبه ل 2 صح؟ الكلام اللي هو بيقوله صح؟ اه مفيش كرنت هيمشي هنا فكل الفولتج بتاعي الفولتج ديفرنس ما بين الاي والبي هو الفولتج ديفرنس ما بين الاربعه والاثنين اللي هو ممكن اكتبه على طول بمجرد النظر ان البي 7 هتبقى بتساوي ايه؟ فولتج ديفايدر. ال 256 دي هتتضرب في مين؟ هتتضرب في ال 52 جي وتتقسم على مين؟ تتقسم على 15 زائد ال 122 جي صح كده؟ عرفت احسب البي 7 عرفت احسب الباور ماكسيموم. هو ده الطريق الاسهل في المساله دي. بس انا عايز امشي في الطريق الصعب بقى عشان لسه ماشي في الطريق الصعب ما عرفتش توصل. تعالى نشوف الطريق الصعب نعمله ازاي. عايز احسب الاول بي 7 واحسب اي نورتون واقسم الاثنين على بعض من المساله دي من غير ما احول خالص للتي نتورك. طيب انا مسحت خلاص كده مفيش واحد واثنين وثلاثه دي احنا مش هنشتغل خالص في الكيموس. تعالى نبدا نحل نحل ازاي المسألة دي عشان أحسب الزد 7 اكس. قلت هحسب أول حاجة الفي 7 اكس. الفي 7 اكس يعني هتعمل إيه؟ هفتح دي وأحط مكانها أوبن سيركت وأحسب الفولتج في أوبن سيركت. في مشاكل إن إحنا نحسب الفي 7 اكس هنا؟ في الحقيقة الناس اللي بدأت تحل في الطريقة الصعبة عرفوا يحسبوا الفي 7 اكس صح. تعالوا نشوف هما حسبوا إزاي الفي 7 اكس. حسبتوها إزاي؟ نفس الطريقة اللي إحنا كنا بنحل بيها في أول السكشن خالص. في أول السكشن كنا بنقول إيه؟ طالما في عندي كابلنج بالطريقة دي يبقى أنا لازم أكتب علاقات ما بين الفولتج والكرنت. العلاقات ما بين الفولتج والكرنت بكتبها إزاي؟ بكتب كي في ال إيكويشن في اللوب. تعالى نكتب الكي في ال إيكويشن بتاعت اللوب. هتبقى بتساوي إيه بقى؟ ال 256 هتساوي مين بقى 256 دي؟ أنا نفرض إن في كرنت هنا اسمه I1.
هينفع 15 اي 1 زائد زائد الفولتج دروب اللي موجود على 50 جي. خلي بالك الفولتج دروب اللي موجود على 50 جي ده مش جاي نتيجه السيلف اندكتنس بس، ده كمان في عندي جزء ميوتوال اندكتنس. طيب يبقى جي 50 مضروب في اي 1 ده السيلف، والجزء الميوتوال ده يبقى البلس ولا بالماينس؟ اعرف منين؟ اشوف الكرنت بتاعي، الكرنت بتاعي هيخش على الدوت دي وكمان هيكمل ويخش على الدوت دي، فهو واضح ان هما كده الاثنين بلس، يبقى بلس جي 20 اي 1 ولا اي 2 بقى؟ هي اي 1 2 اصلا، ده الكويل الثاني برضه ماشي فيه نفس الكرنت، فعشان كده هتنفع اي 1. نكمل بقى. بعد كده الفولتج دروب اللي موجود على 32 جي ده هيبقى بيساوي كام؟ 32 مضروب في اي 1 ده الجزء السيلف والجزء ال 20 جي 20 مضروب في اي 1 خلاص. دي ايكويشن في اي 1 نعرف نجيب على طول الاي 1 بيساوي كام، عرفنا نجيب الاي 1 بيساوي كام. وبعدين يا عم انا ما كنتش عايز احسب الاي 1، انا كنت عايز احسب في 7. مين هي في 7 اللي هتسرق الفولتج دروب على 32 بالظبط؟ في 7 هي الفولتج دروب اللي على 32 جي اللي هو مين اللي انا لسه كنت حاسبه من شويه. كل اللي هعمله بس ان انا اعوض في قيمه الاي 1 بالقيمه اللي انا حسبتها. عرفنا نجيب الـ V7 ما تلخبطناش فيها الحمد لله. بس أول ما حطيت لك هنا شورت سيركت قلت لك احسب لي الـ I Norton الناس كلها اتلخبطت. إيه بقى اللي لخبطنا؟ عايز أحسب الـ I Norton. في أي اقتراحات؟ قول الاقتراحات. مش الاقتراح الصح، الاقتراح الغلط عشان تفهم الأخطاء اللي قلت فيها. يعني تقول الغلط؟ أه قول الغلط. نعتبر السيركت مش موجود. يعني كل اللي أنت عملته كان غلط. هو عمل ايه؟ هو قال لي على طول ان في شورت سيركت بارل مع ال 32 جي. هو شورت سيركت بارل مع ال 32 جي طول عمرها شورت سيركت بارل مع اي امبيدنس تبقى شورت سيركت وما يبقاش امبيدنس. بس هل دي فعلا امبيدنس بس؟ لا دي امبيدنس كابلد مع امبيدنس الثانيه، انت مش شايف الكابلنج ما بينهم لان في ايه؟ في جي 20. فما ينفعش تقول الكلام اللي انت كنت بتقوله، وده الكلام اللي كنت بقوله في اول السكشن على طول. ما ينفعش تستخدم نفس الدوائر السيركتس اللي انت كنت متعود عليها. طيب في قاعده ثانيه احنا متعودين عليها بقى، ما مش هتقول ان هي بقت غلط، ايه القاعده الثانيه اللي ما بقتش غلط؟ يعني لو حسبت الكارنت بتاعت اللوب دي، مش الكارنت بتاعت اللوب دي هتلاقي مسارين، مسار فيه شورت سيركت ومسار فيه 32 جي، هنمشي فين؟ دي الثانيه الغلط، الكلام ده ما بيطبقوش خالص في الكابلنج، انت مش شايف شورت سيركت وشايف امبيدنس معاها ينبرل، الامبيدنس اللي معاها دي في كابل ده حاجه كابل ده معاها انت مش شايفها، فما ينفعش تطبق الكلام ده. يبقى كل اللي انا محتاج اعمله هو ايه؟ افرض هنا الكرنت اي 1 وافرض هنا الكرنت اي 2. احل المساله بالطريقه العاديه خالص، واكتب كي في ال ايكويشنز في كل لوب من دول، تعالى اكتب كي في ال ايكويشنز في كل لوب من دول. هو في الحقيقه احنا محتاجين نعملها على اللوب كلها، ده اللي انا هوريه لك ان احنا لو عملنا الاثنين كده او كده الاثنين هيوصلوا لنفس النتيجه. بس خلينا نبداها واحده واحده. تعالوا نكتب كده كي في ال على اللوب الاولانيه دي، يبقى كي في ال على اللوب الاولانيه دي هتساوي ايه يا شباب؟ 256 هتساوي 15 في اي 1 وبعد كده سي فولت دروب على جي في اي 1 زائد 20 جي زائد 20 جي. ليه؟ لان الميوتوال هنا برضه بالبوستر، لان الكرنت هنا داخل والكرنت هنا داخل، بس هيتضربوا 20 جي دول في مين بقى؟ في انهي كرنت؟ اي 1 برضه؟ اي 1 ناقص اي 1 لا في الكرنت اللي ماشي في الكويل الثاني، الكرنت اللي ماشي في الكويل الثاني هو مين؟ ده مش اي 1، ده اي 1 ناقص اي 2. فاقول ان ده مضروب في اي 1 ناقص اي 2. الميوتوال يعني هو كده؟ ايه؟ ما هو ده الميوتوال، ده السيلف اهو، السيلف فولتج وده اللي جاي نتيجه الميوتوال بروبلم. فده هيضرب في الكرنت اللي كان ماشي في الكويل الثاني، الكرنت اللي كان ماشي في الكويل الثاني مش هو الاي 1. هنا هو بقى الاي 1 ناقص الاي 2. ماشي؟ طيب عايزين ناسي كمان هنكمل بقى اللوب بتاعتنا، اللوب بتاعتنا ناقصنا الفولتج اللي على 32 جي دي، الفولتج اللي على 32 جي دي بيساوي كام بقى؟ 32 جي مكتوب فيه مين؟ الاي 1 ناقص الاي 2. معايا كابل مين؟ كابل بالجي 20 اللي مضروبه في مين بقى الكرنت اللي كان ماشي في اي 1 50 جي هو الاي 1 معلش الاي 2 هيطلع بزيرو الاي 2 هيطلع بزيرو الا لا لا برضه مش هينفع اسمي الفولتج على الاي كام بزيرو لا ينفع وده اللي انا هوريه لك دلوقتي اصلا الكي في ال اللي على اللوب الثانيه هتقول لك ايه بقى
اكتب الكيري ال على اللوب الثانيه كده. ده اللي انا قصدي عليه. الفولتج اللي على 32 جي بيساوي ايه؟ 32 جي مضروب في اي 1 ناقص اي 2 زائد جي 20 الكلام ده في اي 1 ده الفولتج اللي على 32 جي دي الكيري ال بتاعت اللوب الثانيه. الفولتج اللي على 32 جي ده هيساوي كام بقى؟ اه هو ده اللوب هيساوي صفر مفيش اي حاجه ثانيه في اللوب. فولتج يونت. كاني عملت ايه بقى؟ كان كل الترم اللي انت كنت كاتبه ده ما كانش ليه لازمه، كنت عملت السوبر لوب افضل زي ما الباشمهندسه قالت خالص في الاول، انت ليه اخترت اللوب دي؟ ما تختار اللوب الكبيره، هو فعلا الاثنين هيطلعوا نفس الحل. بقى شكل ال 2 كي في ال ايكويشن سبتوها بالشكل ده. ال 2 كي في ال ايكويشن دول بيقولوا لي ايه بقى؟ في علاقه ما بين الاي 1 والاي 2. لا الاي 1 هي نفسها الاي 2 ولا الاي 1 موجود والاي 2 مش موجود وبيساوي صفر، لا ده في ريليشن موجوده بين الاثنين، هروح احل واجيب احسب اي 1 بكام؟ بروح احسب اي 2 بكام؟ بس انت مش محتاج تحسب اي 1، فروح حل بس عشان تحسب اي 2. مين هو اي 2 ده بقى؟ هو الاي نورتون اللي انت عايزه. ساعتها بقى اقول ان الزد 7 اكس بتاعتك هتبقى بتساوي ايه؟ بتساوي الدي 7 اكس على الاي نورتون. مفهومه ولا مش مفهومه؟ اهم حاجه في السكشن بتاعي ده اللي انا خلطت بيها في السكشن هو ده الاهم من كل الكلام اللي كنت بقوله في السكشن، هو ايه؟ ما ينفعش تتعامل المساله اللي فيها الكوبلنج على انها مساله عاديه زي ما كنا بنتعامل مع كل المسائل. هنا في حاجه انت مش شايفها فلازم تتعامل معاها بحذر. تتعامل معاها بحذر ازاي؟ بكتب العلاقات ما بين الفولتج والكرنت. ما تاخدش اي حاجه سيريس مع حاجه فيها كوبلنج، ما تاخدش اي حاجه بارل مع حاجه، ما تعملش فولتج ديفايدر، ما تعملش كرنت ديفايدر. ما تعملش لوب اناليسيس بمجرد النظر، ما تعملش كل الكلام اللي كنا بنعمله، ما تاخدش الشورت سيركت مع اي امبيدنس، الامبيدنس دي فيها حاجه معاها كوبلنج ما ينفعش تاخد خالص فيها، الشورت سيركت هي اللي هتسوق والباقي مش هيسوق. هنا في جزء من الكرنت مشي في الاي في ال 32 جي والجزء الباقي هو اللي كمل في الشورت سيركت. واضح يا شباب؟ يا باشمهندس ممكن يجي في لا